لماذا توقع شركة مصرية عقدا لاستيراد الغاز من إسرائيل؟ ولماذا يهدد الجنوب اللبناني بقصف أحبار وحقول الغاز الإسرائيلية؟ ولماذا ترسل تركيا بسفن وأسطول بحري إلى السواحل القبرصية وترسل أيضا إيطاليا بفرقاطة بحرية إلى نفس المنطقة؟ ما هي الأسباب التي ربما تكون بالنسبة للكثيرين فتيل حرب على وشك الاشتعال بسبب الغاز في البحر المتوسط؟ دعونا نبدأ القصة من البداية وأبرز ما حدث. قبرص تنقسم إلى جزئين، قبرص اليونانية وقبرص التركية. هنا في هذه المنطقة بدأت قبرص في التنقيب عن الغاز في الحقول القبرصية في هذه المنطقة. في طبعا الجانب التركي من جانبه قال أن تركيا لها حق واضح في هذه الحقول وفي عمليات التنقيب وأنه لا يمكن إغفال هذا الحق. طبعا حدثت مشكلة بين قبرص وتركيا، وتركيا من جانبها قامت بإرسال القوات البحرية الخاصة بها لهذه المنطقة. المنطقة تقوم بها بالاستكشاف هي شركة إني الإيطالية، وبالتالي إيطاليا أيضا قامت بإرسال سفينة حربية لهذه المنطقة، ولكن مع تعليمات واضحة بعدم المواجهة بين السفن الإيطالية والسفن التركية. هذا من جانب قبرص. إذا بدأنا التحدث عن إسرائيل وما علاقة إسرائيل بهذه القضية، إسرائيل إذن تمتلك حقلين كبيرين، حقل يسمى بليفايثان وحقل يسمى بيتامار. إسرائيل في هذه الحالة تريد أن تقوم بالتصدير لأوروبا. كان هناك اتفاقية بين إسرائيل من جانب وتركيا من جانب آخر بالتصدير عبر هذا الطريق من تركيا ليمر بعد ذلك الغاز إلى أوروبا من حقولها الكبيرة تامار وليفايثان. ولكن ما حدث هو أن هناك خلافات سياسية كبيرة بين إسرائيل وتركيا، والأزمة الأخيرة بين قبرص وتركيا حالت دون تنفيذ هذا الاتفاق. أصبحت إسرائيل أمام خيارين، الخيار الأول أن تذهب من خلال البحر المتوسط بخط أنابيب إلى اليونان وتقوم بالتصدير من اليونان، والخيار الثاني أن تلجأ إلى مصر. مصر الدولة الوحيدة التي لا ينازعها أحد على المياه الإقليمية وعلى حقول الغاز فيها في هذه المنطقة. إذن إسرائيل قررت أن تقوم بتصدير الغاز إلى مصر، وبعد ذلك يتم إسالة هذا الغاز في مصر من خلال مصنعين متعطلين عن الإنتاج موجودين في الأراضي المصرية، وبعد ذلك يتم النقل البحري ومن خلال قناة السويس إلى أوروبا وآسيا. مصر ومنذ فترة أعلنت أنها تحاول أن تتحول إلى مركز إقليمي للغاز في الشرق الأوسط، وبالتالي لن تكون هذه الاتفاقية هي الاتفاقية الأخيرة. إسرائيل ستقوم بتصدير الغاز، سيتم إسالة الغاز وإعادة التصدير، كذلك قبرص والتي لن تتمكن من تصدير الغاز لأوروبا ولا لآسيا من خلال تركيا بسبب الخلافات الأخيرة. هنا حققت مصر تعتبر هي أكبر المستفيدين، خاصة أن حقل ظهر المصري هو أكبر الحقول في هذه المنطقة، أكبر الحقول في البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تبدأ مصر في تصدير الغاز بحلول 2020 وأن طبعا تكتفي ذاتيا من الغاز، وهو ما سيوفر على الموازنة المصرية حدود مليار دولار سنويا. هذا بالنسبة لمصر، ولكن لم تنتهي الأزمة عند هذا الحد. إذا نظرنا إلى لبنان، فلبنان أيضا بدأت مؤخرا بعمليات التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة. هذه بالنسبة للبنان، هذا الخط هي الحدود اللبنانية، ولكن بالنسبة لإسرائيل هذا الخط هي الحدود الإسرائيلية، وهو ما جعل هذه المنطقة منطقة متنازع عليها بين لبنان وبين إسرائيل. لبنان بدأ في التنقيب بالفعل عن الغاز في هذه المنطقة، وإسرائيل قامت طبعا أو قالت بشكل واضح أن هذه استفزازات لإسرائيل، وأن إسرائيل لديها الحق الكامل في تلك المنطقة، ومنعت أو طلبت من كل الشركات الدولية ألا تنقب عن الغاز في هذه المنطقة. جاء الرد سريعا إذن من الجنوب اللبناني ومن حزب الله، والذي قال وهدد بضرب الأبار أو حقول الغاز الكبيرة في إسرائيل وهي تامار وليفايثان. إذن هذه هي الصورة، صورة كاملة. يعني إذا ألقينا نظرة هناك اشتباك كامل، من جانب لدينا تركيا والسفن التركية الموجودة في هذه المنطقة، لدينا أيضا
تدخل اليونان، والذي ربما قد يكون هناك حرب بين أيضا اليونان إذا ما دخلت قبرص في مواجهة مسلحة مع تركيا ستتدخل فيها اليونان، لأن كما ذكرنا قبرص تنقسم إلى قسمين تركي ويوناني. وكذلك من جانب آخر هناك تهديد بين إسرائيل ولبنان من هذا الجانب بسبب المنطقة المتنازع عليها والتهديدات والتصاعيد في اللهجة بين الطرفين بسبب حقول الغاز. الثروة الحديثة المكتشفة في المنطقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ربما هي التي تسبب كل ذلك، وستسبب أيضا يعني تغير كبير في خريطة الغاز في العالم، إنتاج ضخم للغاية متوقع من هذه الحقول المجتمعة، كما أن الكثير من الدول الموجودة حاليا بدأت في التنقيب عن آبار وحقول غاز جديدة أصبحت هذه المنطقة غنية بها، تثير الكثير من المخاوف. ولكن حقيقة مؤكدة أن مصر هي المستفيد الأكبر من هذا الصراع بأنها ستكون مركزا إقليميا كما خططت منذ فترة طويلة لتصدير الغاز من البحر المتوسط ودول البحر المتوسط إلى الدول التي تتطلب غاز وتتطلب طاقة كبيرة في أوروبا وآسيا.